على كل حال الذين تعرضوا للنفي عددهم 20، وكانت القضية مرفوعة أمام العدالة أمام القضاء، ولكن اختطفونا بيوم قبل الجلسة في محكمة لاون. لا اون، بيوم قبل الجلسة هجموا علينا في هذه السكنة في فولومبري، وكنا نحكي على التفاصيل ما كان له، يعني كأنهم وش نقول لك، كأنهم عندهم قضية مع ناس صنعوا القنبلة الذرية، يكسروا البيبان وجاوا داخلين علينا على 5 نتاع الصباح وانتهكوا الحرمات والأعراض، لأن كانت مرام كان راجل بزوجته جمال رصاف ذكره الله بخير، كسروا عليهم الباب أيضا ودخلوا عليهم، وتقريبا وش رايح نقول لك، عراونا يا الاصطفاف أمام الحائط أمام الجدار، ومن بعد قال لي احزموا أمتعتكم ستغادرون المكان، ها يا سيدي يلا خملونا هو الأشياء باش يعني يسرعوا في وجينا ماشيين يعني وكانت الطريق محفوفة على اليمين وعلى اليسار بالقوات العسكرية، كأنهم يعني مانيش عارف واش راح صار في هذاك النهار ولا واش راح يصير، وذهبوا بنا يعني إلى مكان الطائرة، وكانت الطائرة تنتظر، والطائرة هذه من نوع EAS أوروبيانس أرلين سيرفايس. هاي احنا رفضنا الركوب في الطائرة، ركبونا طلعونا بالقوة، أطلع بالقوة، بدأوا بالمرأة بالأخت، ومن بعد احنا لا قلنا لهم هو شيء، أين ذاهبون؟ وين راكم مدينا؟ أين ولماذا؟ لماذا؟ علاش؟ وأين ذاهبون؟ ما يحبوش يفهموا، على بالك عسكر. ها سيدي ركبنا في الطائرة، وكانت الحراسة 5 مرات أكثر من الموقوفين من المحتجزين. أمشت الطائرة بينا طارت وحطت في بينا في جزر الكناري. احنا قلنا واش كان هذا جزر الكناري، وما قالوا للتزويد بالكربيران، لكن هي أطالت شوية هذيك يعني طولوا بينا شوية، ومن بعد سمعنا غير من اللي زي الكناري، سمعنا باللي نحن ذاهبون إلى بلد اسمه البوركينا فاسو. هاي يا سيدي داونا البوركينا فاسو، وحطت الطائرة في البوركينا فاسو. قبل ما نوصلوا أستاذ أحمد، صبرني، قبل ما نوصلوا البوركينا فاسو، دوك انتم راكم هزوكم هذا الناس اللي هزوهم، عندهم كلهم توجه إسلامي، كلهم تابعين للجبهة الإسلامية؟ لا ما مش كلهم تابعين للجبهة الإسلامية، لا لكن حتى اللي ما يصليش ما هوش توجه إسلامي، كثير ما يصلوش. وعلى وش جمعوكم؟ ما هي التهمة اللي يعني اتهموكم بها باش هم يجيو يهزوكم؟ التهمة الانتماء إلى حركة تدعو إلى العنف، تدعو للعنف والإرهاب، أبارتونونس أ موفمون كي برون لا فيولونس إي لو تيروريزم، هذه هي التهمة، هذه التهمة. ولماذا لم يحاكموكم في فرنسا؟ علاش ما حكموكمش في فرنسا بهذه التهم، يهزكم ويحطكم في بوركينا فاسو؟ لماذا؟ احنا قلنا هكذاك، ولكن هاو كاين اللي ما كاين من لم يتعرض للنفي وحكم في فرنسا، لكن نحن لا ادري لماذا، هل نحن يعني اعتبرنا اخطر من الاخرين ام لماذا؟ لا ادري لا ادري، كان اللي خلى ما جابوهمش ما نفاوهمش، او في فرنسا وحاكمهم في فرنسا وحتى ربحوا القضيه. ولماذا ما رجعوكمش للجزائر وداوكم البوركينا فاسو، دوله يعني وش علاقتها بالجزائر؟ هذيك في فرنسا، في هذيك في البوركينا فاسو قالوا لنا الوزير بتاع المكلف بمهمه اسمه ديالو سليف ديالو، قال نحن قبلناكم لأسباب إنسانية، لكن خفنا يسلموكم من بلادكم ربما يعني الأمور تكون خطيرة،
وتتعرضون للقتل. هكذا قال. يسمى هما عرضكم على دول، عرضكم على دول، وبوركينا فاسو وافقت على الجلب باش تستقبلكم. منهم وافقت وقالت لأسباب إنسانية هكذا. pour des raisons humanitaires. هكذا قالها لنا الوزير. وقال ما تخافوش هنايا راكم كأنكم في بلادكم. على كل حال كثر خيرهم على كل حال. ولكن هي مسألة تاع دراهم نظن. على كل حال حتى مسألة نعم. فيها بيع نعم. اليوم وشكون راهم هي الجهة هذه؟ يكرهوا حتى بسهم. شكون هي الجهة هذه يا أستاذ أحمد؟ الجهة هذه اللي هي كانت وراء اعتقالكم، وحنا في ذاك الوقت سمعنا باللي هذا باسكوا. باسكوا هو اللي كان باسكوا لما كنا نزيدو نبحثو نلقاو ربما اليمين المتطرف، لكن ما وش هذا ما يفيدنا كثير. المهم فرنسا هي التي نفتنا كما هي متعودة على النفي.